أهلا بحضرتكم جديد، فقرة جديدة من فقرات هذا الصباح. في الحقيقة طبعا الأمن الغذائي يعتبر من الأمن القومي، باعتبار طبعا الارتباط في توفير السلع من الأشياء المهمة جدا للمواطنين في هذه الفترة، فباعتبار توفير السلع بأسعار مناسبة ده من الحاجات اللي بتهم كل المواطنين، فبالتالي تندرج تحت فكرة الأمن القومي وإزاي ممكن نوفر هذه السلع بكل الأسعار. في الحقيقة دراسات متخصصة في هذا المجال نتكلم فيها بشكل كبير، إزاي ممكن نوفرها، دور كبير جدا لرجال القوات المسلحة في هذا المجال، دور كبير جدا للدولة المصرية والحكومة المصرية في توفير السلع بأسعار مناسبة، خصوصا إذا كنا بنتحدث عن شهر رمضان المبارك، ومعروف طبعا كثافة الاستخدام وكثافة الاستهلاك والاندفاع مباشرة نحو، يعني زي ما يكون كل الحاجات هتخلص في فترة من الفترات، فبالتالي كل الشعب المصري بينزل مرة واحدة عايز السلع دي بأسعار مناسبة وعايز حاجات الشهر كله. في الحقيقة ده بيعمل ضغط كبير جدا على الأسواق، وربما بعض ضعاف النفوس يستغلوا هذه الفرصة في الارتفاع أو استغل هذه الفرصة في زيادة الأسعار على المستهلك المصري. إزاي ممكن نربط ما بين الاثنين؟ في الحقيقة ده موضوع من ضمن الموضوعات اللي نتكلم فيه. المعارض المتخصصة في شهر رمضان أو بتخدم شهر رمضان في منافذ كل اللي بتوفرها الحكومة المصرية في كل مكان، أعتقد ده من ضمن الموضوعات اللي ممكن نتكلم فيها مع ضيفنا الكريم، وإزاي نلاقي معارض في كل محافظات الجمهورية بتوفر أسعار اللي موجودة، أسعار السلع الغذائية من الدواجن من اللحوم من الأسماك من المواد الغذائية. الحاجات دي كلها بيحصل عليها ضغط كبير جدا قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان، ازاي الحكومه توفرها باسعار مناسبه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه مع ضيفنا الكريم المهندس محمد ابراهيم الصوفي، عضو شعبه منظمي المعارض بالغرفه التجاريه ومدير احد المعارض المتخصصه في الانتاج الداجيني والحيواني. شرفنا يا باشمهندس، اهلا وسهلا بحضرتك. برحب بيك بدايه، واسمح لنا نروح نشوف تقرير ونتواصل باذن الله فاتح نتابع مشاهدينا. الوزراء المهندس شريف إسماعيل باستيراد كميات إضافية من اللحوم والدواجن والأسماك لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، مؤكدا أهمية ضمان توافر السلع الأساسية بالأسعار المناسبة في الأسواق والعمل على زيادة منافذ التوزيع والتأكد من إمدادها بالسلع بكميات مناسبة وبالاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا ومتابعة احتياجات المواطنين. جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة الاستعدادات الجارية لخطة تدفقات السلع الغذائية الأساسية واستقرارها في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحضور الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز الخدمة الوطنية وممثلي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع تم استعراض الاستعدادات الجارية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك عن طريق المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي والمنافذ الثابتة والمتحركة والتي سيتم تدعيمها من خلال مشروع العربات المبردة، فضلا عن معارض مبادرة أهلا رمضان التي يتم إقامتها في مختلف المحافظات، حيث تم التنسيق مع الشركات المنتجة من خلال الغرف التجارية لتحديد الكميات المطلوبة من السلع. اهلا بحضراتكم جديد، وبرحب مره اخرى بضيفنا الكريم المهندس محمد ابراهيم الصوفي، عضو شعبه منظمي المعارض بالغرفه التجاريه ومدير احد المعارض المتخصصه في الانتاج الداجيني والحيواني. مشرفنا يا باشمهندس. الله يخليك. الله يخليك. عايز قبل ما ندخل في موضوع شهر رمضان والتكالب على السلع كان الحاجات خلاص هتخلص ومش هتبقى حاجات موجوده تاني، ايه السر وراء ارتفاع طبعا اسعار اللحوم وارتفاع اسعار الدواجن والاسماك كمان بصوره مبالغه فيها خلال الايام المنقضيه؟ واعتقد اذا استمر هذا الوضع اعتقد الضغط الشديد هنلاقي ارتفاع اسعار بشكل كبير خلال شهر رمضان. هو في الاونه الاخيره مع تعويم الجنيه ورفع سعر العمله ورفع سعر تحويل الدولار، كتير جدا من مدخلات صناعه الدواجن والثروه الحيوانيه هي منتجات جايه من بره، الاستيراد فيها بنسبة عالية جدا جدا، فمكونات المنتج اللي داخل اللي هو أكل الفراخ حتى السلالة نفسها، العلف، الفيتامينز، الأدوية، كل المعدات التربية، كل شيء ده جاي بالدولار، فطبيعي جدا ان مع رفع سعر الدولار من 8 جنيه وشوية الى 18 جنيه و19 جنيه و20 جنيه في فترة من الفترات لازم يرفع مدخلات الانتاج، مع رفع مدخلات الانتاج لازم تكلفه الدواجن، تكلفه الانتاج الحيوانات، يعني اي شيء لازم بيتضاعف. والحقيقه ان الدوله تدخلت في الفتره الاخيره وضغطت على منتجي الدواجن لعمليه ضبط الاسعار، لكن هو المنتج نفسه للدواجن او لللارج انيمال هو
هو بيعمل ايه؟ هو عنده بيربي، بيجيب اكل، بياكل، بيبيع. تكلفه الانتاج بتاعته عباره عن كلها مدخلات جايه من بره مصر، مدخلات جايه بالدولار، فلازم سعرها طبعا يعلى. يعني احنا يا باشمهندس بنتكلم عن لو خدنا مثلا الثروه الداجنه، الثروه الداجنه على سبيل المثال، بنتكلم عن الكتكوت مستورد، العلف مستورد، الادويه مستورده، كل حاجه تخص كل مدخلات الصناعه المستورده. احنا بنستورد الذره، بنستورد الصويا، بنستورد المعدات التربيه، بنستورد السلاله الرئيسيه نفسها كجدود بنستوردها. كل شيء داخل في الصناعه هو استيراد، فلابد ان سعره بيتضاعف طبعا، مفيش كلام يعني. تمام يا فندم. طيب اسمح لنا بس ان نخرج نشوف في تقرير، يعني اخبار الرياضه ايه، ونشوف برضو الكره من قبل ما تواصل بقى بشكل مفصل عشان ما نقطعش حبل افكار حضرتك في موضوع الحاجات اللي بتخص طبعا كل سلع رمضان. طيب نروح نشوف اخبار الرياضه مع زميلتي حنان عاطف، ونرجع مره ثانيه مع حضراتكم نتواصل باذن الله في السلع الخاصه بشهر رمضان المعظم. صباح الخير يا حنان، اتفضلي. يا عمرو لاستكمال الحوار اليك. شكرا لك يا حنان طبعا على الوقفه الرياضيه، وبرحب بحضراتكم من جديد، وبرحب بضيف الكريم من جديد المهندس محمد ابراهيم الصوفي، عضو شعبه منظمي المعارض بالغرفه التجاريه ومدير احدى المعارض المتخصصه للانتاج الداجيني والحيواني. مشرفنا يا باشمهندس، اهلا بيك. اهلا بيك. كنا بنتكلم عن نقطه، وقفنا عند نقطه طبعا اللحوم والدواجن والاسماك باعتبارهم طبعا من البروتينات المهمه طبعا للانسان او للجسم بمعنى اصح، فبالتالي بيحصل عليها ضغط بنسبه كبيره، واحنا شايفين الاسعار اصبحت في غير متناول الجميع في الحقيقه، يعني او حتى اللي كان في متناول الجميع في كذا يوم في الاسبوع يمكن دلوقتي اصبحت مره في الاسبوع او مرتين على اكثر، فبالتالي الموضوع محتاج لضبط واعاده السياق وضبط المنظومه من جديد يا فندم. زي ما قلت لحضرتك بالظبط، هي مدخلات الانتاج في الدواجن والثروه الحيوانيه كلها مدخلات استيراد، فهو المنتج مرغم على ان هو تكلفته بتبقى عاليه، هو مش بيزود السعر عشان يحقق نوع من الارباح، بالعكس هو القصه كلها ان هو تكلفه الانتاج بتاعته زادت، فلا بد ان يكون سعر البيع زاد مرتفع. والحقيقه ان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن المصريه بدا يتدخل وبدا يشجع الشركات العامله في مجال الانتاج الداجيني ان هي تزرع الذره في مصر بمساحات واسعه، والدوله كذلك بدات تدي اراضي للمستثمرين وتقول لهم ازرعوا الذره عشان نقلل من الاستيراد، لان احنا لو قللنا من استيراد الخامات طبيعي جدا ان تكلفه الانتاج تقل، وطبيعي جدا ان سعر المنتج النهائي يقل ينخفض ويتوفر السلع بشكل طبيعي يعني هي ما كانت قبل الدولار ما يبقى ب 20 جنيه وب 18 جنيه، ما كان الدولار ب 4 جنيه و6 جنيه و8 جنيه، ما كان سعر الدواجن في متناول الجميع، لكن لما حصل ب 5 وب 4 جنيه كان الدولار بكام؟ كان الدولار بستة وبثمانية وبسبعة، فقلل بيقلل الفاتورة تكلفة الانتاج بالظبط. تكلفة الانتاج اهم شيء، الربح اللي بيحطه المنتج او التاجر او اللي بينقل الدواجن والثروة الحيوانية من مكان الى مكان هو بيحافظ عليها، سواء الدولار بقى بثمانية جنيه او الدولار بقى بعشرين جنيه، اللي بيتظلم المستهلك اللي هو بيشتري في النهاية المنتج النهائي، لكن التاجر أو الوسيط هو المكسب بتاعه محسوب، خليت الدولار أو تكلفة الإنتاج جنيه هو بيبيعه بجنيه وعشرة سنة مثلا، لو تكلفة الإنتاج بقت 3 جنيه هيبيعه بثلاثة جنيه وعشرة سنة، 10 جنيه بعشرة جنيه وعشرة سنة، هامش الربح بتاع التاجر أو الوسيط هو بيحافظ عليها ثابت لأنه عنده تكاليف ثابتة تانية من إيجارات وكهرباء ومية وضرايب وخلافه، يبقى الحل إن احنا نقلل تكلفة مدخلات الإنتاج بتاعت السلع الغذائية. والحقيقة إن المعارض المتخصصة اللي إحنا بنتكلم بصددها ليها دور كبير جدا إن لضبط الأسواق، يعني أنت لما يبقى فيه بتخلق نوع من المنافسة بين الشركات، بدل ما أنت عندك شركة أو شركتين أو ثلاثة أو عشرة، المعارض المتخصصة دي بتدعو الشركات اللي بتورد للمنطقة الشرق الأوسط فيبقوا 100 شركة. انت اصبح عندك منافسه بين الشركات دي لتقليل الاسعار. يعني المنافسه بتؤدي الى تقليل الاسعار، نقل التكنولوجي للتربيه، ان انا بدل ما اشتغل في التربيه المفتوحه في المزارع الدواجن او اللارج انيمال، لا انا اشتغل في الكلوز سيستم، اوفر في الطاقه، اوفر في العماله، اوفر في تكاليف النقل. كل دي علشان في النهايه ان احنا نوصل الى ان احنا سعر عادل من سعر متناول للجميع. نعم سعر عادل بالنسبه للناس. بالظبط بالظبط. طيب باشمهندس، دايما مع بدايه شهر رمضان او مدخول شهر رمضان بنلاقي فكره المعارض بتنتشر جدا، فكره معرض اهل رمضان، فكره العربات المتنقله، فكره ان احنا نحاول نوصل لكل مكان،
في الحقيقة دي جهد بتتخذ الحكومة دايما في بداية شهر رمضان. شايف الفكرة هل هي فكرة ناجحة جدا، ولا فكرة ان احنا لازم نتعامل مع شهر رمضان زيه زي اي شهر في السنة، ما نتوسعش قوي في المعارض دي، خلينا نتوسع فيها طول السنة، ما نعملش ضغط على السوق بشكل كبير، لا خلينا مستمرين بنفس السياسة، ايهما اصح؟ فكره ان احنا نعمل المعارض، لا هو يرجع للسلوكيات المشترين. يعني احنا السلوكيات ده اللي انا عايز اقوله، يعني احنا كل الاسر المصريه سلوكياتها بتقول لك ان انا بجيب احتياجات الشهر الكريم، هو كان وكانه هو ده السبب. يعني في رمضان ده المجاعه، مفيش حاجه تبقى بالبلد. بترجع لسلوكيات الاسره المصريه، هو حابب انه في شهر رمضان يبقى عنده كل مستلزماته في البيت، ما بيبقاش محتاج. ما بالك بقى وان هو بيشاع ان الاسعار هتزيد. يعني هو الفترة اللي فاتت دي أشيع إن الأسعار هتزيد وإن هيبقى في ندرة في السلع الغذائية، فهو بيحاول بقدر الإمكان إن هو يوفر السلع دي، وده طبعا ده مفهوم غلط. السلع موجودة، وطول ما في عرض وطلب، طول ما المنتج هيزود من إنتاجه علشان يقدر يحصل على حصة من المبيعات. لكن الدولة ليها دور قيادي وريادي، والقوات المسلحة، وبيعملوا منافس توزيع في كل المحافظات وبأسعار مدعومة فعلا والكلام ده. في معرض كبير جدا هيقام الاسبوع الجاي اللي هو بتاع اهل رمضان تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز القرار الدولي للمؤتمرات، اللي هو من 22 ل 26 5 سوبر ماركت. ده معرض بيتعمل دايما قبل شهر رمضان. ليه؟ هو عايز يخلي في نوع من المنافسه، ما يبقاش في نوع من احتكار سر. أما هو بيعرف السوق إن بدل ما بيبقى فيه شركة واثنين وثلاثة، لا ده فيه 300 شركة بتنتج الحاجات دي وموجودة وأسعار تنافسية وأسعار مختلفة. فأنا شايف إن دور المعارض المتخصصة في ضبط الأسواق ده دور هام جدا، ولابد إن الدولة ترعاه، لأن الاقتصاد لن ينمو إلا بنشاط المعارض المتخصصة. في دول كتير جدا بتنشئ مدن كاملة للتصدير المنتجات، فكرة المعارض المتخصصة بالظبط. يعني في جوانزو زي ما كنا بنتكلم، في معرض الكانتون، ده معرض بيقام على مساحات شاسعة جدا، بلد كامل مقام على المعرض. فهانوفر في ألمانيا، أوتريخت في هولندا، في رين في المنتجات الزراعية والإنتاج الحيواني في فرنسا، في كل دول العالم. وإحنا مش أقل من الدول دي إن يبقى إحنا عندنا مدينة للمعارض تحت قيادة الدولة تهتم بده، لأن الاقتصاد هيقوم على الإنتاج والتصدير. الإنتاج يبقى لازم نقل التكنولوجيا، تصدير لازم نفتح له أسواق خارجية، نفتح أسواق خارجية يبقى احنا لازم نشارك في معارض خارجية. احنا عندنا الهيئة العامة للمعارض بتعمل معارض كاملة بره مدعومة من الدولة. لسه أعتقد الأسبوع اللي فات كان في كينيا أو الأسبوع ده، واخدين جروب مصري من المنتجين المصريين بيعملوا في كينيا. المعارض دي بتزود التصدير، بتزود الإنتاج، العائد هيكون على المستهلك المصري ان هيلاقي السلعه متوفره وبسعر تنافسي يخدم، طبعا يخدم الاسره ويخدم الاقتصاد ويخدم النمو. يعني انا شايفها حاجه مهمه جدا وضروريه يعني. طيب عايزين برضه نتكلم يا باشمهندس عن فكره المعارض التابعه للحكومه، بيحصل عليها تكالب بشكل كبير او اندفاع بشكل عشان دعم كبير الاسعار فيها، عشان دعم الاسعار. بالتالي انا هنا ما بعرفش افيد كل الناس، ما بعرفش افيد كل المواطنين بشكل كبير. في فئه معينه بتستفيد والفئه الثانيه ما بتستفيدش، فبالتالي عايزين نخلق حاله تنظيميه او رؤيه تنظيميه للاستغلال الامثل للمعارض. ده ممكن نعمله ازاي يا باشمهندس؟ وزاره التموين الهم الاول ليها والاولويه الاولى هي المناطق الاكثر احتياجا. يعني ايه المناطق الاكثر احتياجا؟ اللي هي المناطق اللي ما بيوصلهاش اصلا موضوع السلع التنافسية. يعني في المحافظات أماكن المنتج اللي بيوصل لها مش زي القاهرة، مش زي اسكندرية، مش ما عندوش عدد من السلع تنافس بعضها. لا، هو على حسب المبيعات بتاعت الشركة نفسها. يعني مثلا يبقى عندك 20 شركة في السوبر ماركت بينافسوا بعض، طبيعي جدا انه السعر ينزل، انه هيلاقي يعمل خصومات، يعمل عروض، يرغب المستهلك ان هو يشتري. لكن في المحافظات اماكن ما بيبقاش فيها 20 30 سلعه تنافسيه، يبقى سلعه 2 3. فده دور الدوله، وده اللي وزاره التموين بتحاول توصل ليه، انها توفر للاماكن دي السلع الاساسيه بسعر مدعوم يعني. طيب انا برضه عايز اسال حضرتك عن حضرتك مدير احد المعارض المتخصصه في الثروه الداجنه والثروة الحيوانية، والمعرض ده طبعا ليه اسم وليه يعني من للأسف مش عارف الاسم، بس هو
اسمه معروف جدا في السوق مش في مصر بس، لا كمان بره مصر. وفي المعرض ده بنظم طبعا في كل شهر يوليو في فترة من يوليو، معروف جدا وبيتم تنظيمه على مستوى دولي. عايزين نتكلم عن فكرة الاستفادة العظمى وازاي توعية المنتجين في الثروة الداجنة وفي الثروة الحيوانية اللي ممكن نوفر بيه او نخفف المستهلكات والمدخلات الخاصة بمصاريفه، فبالتالي نقدر نخفض الاسعار شوية. مشاركة المعرض اللي انت بترأسه حضرتك ومشارك فيه، ازاي ممكن يساهم في تنمية السوق المصري في المجال ده؟ فكرة المعرض في حد ذاته هي نقطة التقاء بين المشترين او المنتجين وبين والمصنعين، بين المنتج والمشتري. انت لازم تساعد الاثنين. اولا احنا في صناعه الدواجن هي واللارج انيمال في نسبه كبيره جدا 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 تربيه عشوائيه، وده اللي بيتحاول الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، واللي بيحاولوا الدوله ان هم يحطوا بيانات كامله عن الانتاج عشان التوعيه وعلشان المعرض بينقل لشقين، شق معنوي وشق مادي. الشق المعنوي اللي هو بيشجع صغار المربين ان هم يشتغلوا. ما هو انا ما بقى عندي مزرعه وخايف ان انا ما بيعش انتاجي، خايف ان الفرخه تموت في النهايه او اللارج انيمال، وخايف ان انا ما اعرفش اكمل الدوره واخسر. لا، المعرض ده ما بيلاقي الاف من المزارع والاف من الناس من مصر وبره مصر بي 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 بيشتغلوا وبيقولوا لا تعالى واشتغل، وانت ايه اللي انت محتاجه؟ في النهايه هيحصل ايه؟ مع كثافه الانتاج هينزل السعر طبعا رغما عن الكل بدون اي تدخل وبدون اي سياسات. يعني انت بيبقى عندك غزره في الانتاج، لازم في النهاية السعر ينزل. أنا عندي مزرعة واثنين وثلاثة وعشرة، تلاقي البورصة اللي شغالة في الدواجن، احنا عندنا أكتر من بورصة، بورصة أسعار يعني، حتى على التواصل الاجتماعي دلوقتي بقت كل شركة أو كل مزرعة كبيرة عاملة ليها بورصة أسعار بتقول السعر بتاعها المعلن لكل السوق وكل اللي بيتعاملوا معاه. الشق المادي إن أنا بنقل التكنولوجيا. ما هو المزارع دي احنا قلنا إن احنا مدخلات الإنتاج بالكامل بنسبة تتعدى الحاجة 90% دي استيراد. فأنا أما أجيب الشركات الجديدة المنتجة واللي عايزة تصدر لمنطقة الشرق الأوسط ومصر، طب ما أنا بديله تكنولوجيا وبديله تسهيلات وبديله معرفة وبديله خبرة وبجيب له المنتج مرة واثنين وثلاثة قدامه، أنت اختار ايه اللي منتج أوروبي وايه اللي منتج أمريكي وايه اللي منتج صيني وايه اللي من شرق آسيا وايه اللي من الهند. والحقيقة احنا في الدورة بتاعتنا السنة دي احنا لقينا اقبال غير عادي من الشركات في شرق آسيا، في الصين وكذلك الهند وتركيا. كل دي شركات منتجة لمعدات انشاء مزارع الدواجن، منتجة للإضافات العلفية، علشان في النهاية ان احنا نقلل تكلفة الانتاج على المربي وبتبعيتها ان احنا نقلل سعر المنتج النهائي. كذلك احنا بيشارك الشركات المصرية لحاجتين. اولا احنا كنا بنفتح اسواق قبل انفلونزا الطيور لحد 2006، احنا كنا بنصدر بنسب عالية جدا من المعرض دواجن كتكوت ومنتج نهائي. دلوقتي يمكن الكتكوت عشان في مشاكل بدأت الدولة وبدأ القطاع الخاص يعمل مناطق آمنة، ان احنا عندنا منطقة مثلا سي وادي النطرون دي ما فيش فيها فيروسات، دي بتشتغل بالامان الحيوي ونقدر نصدر. وفي بعض الشركات الكبيره بدات تحاول دلوقتي انها ترجع موضوع التصدير تاني، لان ده بيوفر لي عمله صعبه بيسحب جزء. بس احنا محتاجين برضو في السوق يا باشمهندس، يعني السوق المحلي، يعني ازاي ممكن اصدر حاجه انا محتاجها في السوق المحلي؟ الفكره دي في الحقيقه بتتضاد مع فكره الاقتصاد القومي. لا طبعا، هو التصدير عمره ما بيقلل من الاستهلاك او من الانتاج. انا قصدي ان احنا محتاجين ده بيديني فرصه ان انا ازود الانتاج، فانا ازود الانتاج انا وفرت في السوق المحلي مضاعف الانتاج، ينزل السعر. حتى اما سعر التصدير يبقى اعلى شويه مع تغيير سعر العمله من البيع في السوق المصري، فده بيديني ماليا قدرات ماليه زياده ان انا اطور، بيديني الحافز والحماس ان انا ازود الانتاج واضاعف الانتاج. نشجع جدا تصدير المنتج النهائي اللي هو الفراخ المجمده، واحنا عندنا مجازر على مستوى عالي جدا عالميه وبتحاول انها تفتح التصدير. ده برضه بيعمل عائد مادي، بيديله فرصه ان هو يربي مزارع اكتر، يديله فرصه ان هو يشتري اراضي وان هو يزرع الذره، فيقلل برضه مدخلات الانتاج. كلنا بنلعب على لعبه تقليل مدخلات الانتاج. طيب برضه مش بس في اللي حضرتك تتذكر زمان كان في الثروه طبعا الحيوانيه على وجه التحديد، طبعا مش الثروه الداجنه، كان عندنا مشروع البتلو
كان عندنا مشاريع قومية خاصة بتسمين العجول وإنتاج السلالات أو جذب السلالات من الخارج، السلالات اللي هي بتدي لحم كتير. وزارة الزراعة، احنا عندنا مشكلة ليه دلوقتي؟ لا مش مشكلة، هي وزارة الزراعة فعلا الفترة الأخيرة بدأت تنشئ إنها تدعم مشروعات قومية للإنتاج، وطبعا الأستاذ الدكتور رامونا محرز نائب وزير الزراعة دي يعني مهتمة جدا بالموضوع ده لتوفير الأمن الغذائي، لأنها فاهمة جدا ومتخصصة جدا في مجال الإنتاج الدجاني والحيواني، وإحنا حاسين بطفرة كويسة جدا الفترة اللي جاية إن شاء الله على أيديها بإذن الله. طيب فايق، شايف حضرتك الثقافة الخاصة بالمستهلك، ثقافة المصريين بكل اسف ثقافه هو ده بقى دور مغلوطة جدا، هو ده دور الأعلى. يعني حضرتك لو اتكلمنا مثلا عن، بلاش نتكلم عن اوروبا، حتى دول العربيه دلوقتي ممكن حد يخش يشتري تفاحه واحده ويطلع، يعني لو خدنا مثلا الامارات العربيه المتحده تنتهج النهج الاوروبي، ممكن واحد يخش يشتري تفاحه، يشتري نص كيلو برتقال، مش لازم يشتري كرتونه وكرتونتين ويرمي في الشارع، هي دي الثقافه، ويطبخ مش عارفه ايه ونرميه برضه في الشارع، هي دي الثقافه. طيب المصريه ازاي بقى ممكن نعدل الثقافه المغلوطه بقى لها سنوات وسنوات وسنوات؟ لازم الاعلام يوجه رساله الى المستهلكين ان السلعه دي موجوده، وان السلعه دي متوفره بشكل دائم جدا جدا، وان السلعه دي سعرها ثابت وموجود ومتاح في كل مكان في مصر. ساعتها انا مش هشتري بقى بال10 كيلو وال5 كيلو وبالكيلو، يعني زي ما حضرتك بتقول بره، احنا ما بنروح بره، احنا بندخل السوبر ماركت بشتري احتياجي بس، احتياجي اشتري كام وحده فاكهه اللي انا هاخده باستهلاكي اليومي او يومين بحد اقصى. ليه؟ لان انا متاكد ان السلعه موجوده، حتى تبقى طازه يعني. بالظبط بالظبط، لان انا متاكد من جوايا ان السلعه موجوده وان سعرها مش هيزيد. لكن احنا عندنا هنا الاعلام لازم يوجه الرساله دي، يقول لهم ان السلعه موجوده، انها متوفره، انها دايمه، انها مش النهارده وبكره بس الحق العرضه وبعد كده هتختفي. لا طب لو وصلنا للنقطه دي احنا مشاكل كتير جدا في حياتنا. احنا عندنا يا باشمهندس يعني حضرتك ممكن نزل مثلا حاجه هي كانت اصلا ب 10 جنيه حط لها 15 جنيه ورجعها ل 12 تشتري منها الكرتونه كامله. لا خلينا من الحالات الاستثنائيه يعني، خلينا من الحالات الاستثنائيه في البيع. لكن هو الاساس ان المعارض دي فعلا بتقدم خصومات، ان المعارض دي فعلا بتقدم عروض، انها بتحاول فعلا تعمل نسب خصم كبير على المبيعات. لكن الحالات الاستثنائيه بقى دي ما نقدرش نعملها، حدث ولا حرج، لا ما نقدرش نعملها، هو ده الاستثناء في حد ذاته يعني، ما نقدرش نعملها يعني. طيب باشمهندس عايز اتكلم برضو عن دور القوات المسلحه، ده دور مشكور جدا طبعا. ده دور كبير جدا يعني طبعا. دور يعني اعتقد ان احنا في الفترة اللي فاتت لو ما كانوش موجودين كان الموضوع هيبقى اصعب من كده بكتير، وكانت تحصل مشكلات اكثر تعقيدا من كده. دور كمان اللي بدل فيه الشرطة المدنية او جهاز الشرطة ابتدى طبعا في منافذ الخاصة بامان، واصبحت بتتنشر على مستوى الجمهورية طبعا، يعني هي بتحذو وبتحاول تشوف القوات المسلحه عملت ايه وتبتدي زيها، لان طبعا هم لهم انتشار كبير جدا جدا وسد العجز حتى بالعربات المبرده، بحاول الوصول لاماكن المحرومه، كل الحاجات دي هم بيسعوا بشكل كبير. لا يخفى على اي شخص في مصر دور القوات المسلحه في توفير بعض السلع الاستراتيجيه في الاسواق. كلنا في كل المحافظات وفي كل النجوع شافوا عربيات القوات المسلحه ومنافذ توزيع البيع للقوات المسلحه، محدش ما شافهاش. وده دور يعني ده دور يمكن هو مش الاساسي للقوات المسلحه صحيح، لا دي دخلت في الحياه العامه لضبط الاسواق وتوفير السلع الاساسيه. بقول لحضرتك ما فيش حد في مصر ما شافش او ما تعاملش مع منافذ التوزيع بتاعه القوات المسلحه اللي هي الاسعار المدعومه. طبعا طبعا طبعا. وبعدين القوات المسلحه بقت ليها فكر الحقيقه في الاقتصاديات وفي ضبط الاسواق. انا عايز اقول لحضرتك ان هم بيعملوا مدينه للمعارض، أرض معارض كبيرة جدا جدا في على الطريق الدائري في التجمع حاليا، غير اللي بتتعمل مدينة العمل المعارض. أيوه بالظبط، في العاصمة الإدارية الجديدة. المدينة اللي بتتعمل أو أرض المعارض الجديدة اللي بتتعمل في الدائري في التجمع الخامس دي هتدي فرصة كبيرة جدا للتنافس لصالح المستهلك ونقل المعارض. ما أنا يعني أنا لازم أخرج بالمعارض دي للعالمية،
لازم ادي تسهيلات في الجمارك و و و و وتعرف عندك المشاكل اللي حصلت في الاونه الاخيره في مركز المؤتمرات من الكوبري اللي بيتعمل وطريق الدخول والنصر والكلام ده كله. المدينه دي او الارض المعارض دي المكان اصبح غير ملائم يعني خلاص المكان اصبح صعب يعني. هو طبعا في مميزات كتير وفي مميزات كتير جدا ان هو في وسط البلد ان هو قريب للوصول، لكن انا بعتقد ان ارض المعارض اذا اشتغلت اللي هي بجوار مسجد المشير دي واتعمل لها خط مترو احنا بقينا زي الصين. الصين خدت ارض المعارض من بكين من السنتر في المدينه وراحت في اقصى جزء بره وعملت خط مترو، عملت وسائل نقل للزوار والعارضين ليه؟ علشان توصل للعالميه في موضوع المعارض ده. فكون القاتل المسلحه تبص لنشاط تنظيم المعارض دي حاجه كويسه جدا 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 تشكر عليها، وهيبقى دعم للاقتصاد القومي بشكل مباشر وقوي ان شاء الله. طيب لو باشمهندس اتكلمنا عن فكره المستقبل وان احنا لازم نفكر في حاجات زي ما بيقولوا بره الصندوق او افكار خارج الصندوق او افكار ما تنفعش معانا، الافكار المعتاده او الفكر التقليدي ما عادش يمشي معانا في الفتره دي، احنا محتاجين مش نمشي، احنا محتاجين ننط زي ما بيقولوا. فاحنا لو اتكلمنا في النقطه دي باشمهندس، فكرك ازاي في النقطه دي؟ احنا محتاجين ايه في الفتره اللي جايه عشان نخلق سوق تنافسي، نخلق مصر تتحط على مثلا الخريطه العالميه للمعارض، مصر نقدر نوفر فيها السرع بالنسبه للمستهلك بشكل في متناول الجميع؟ لابد من تشجيع المعارض المتخصصه. المعارض المتخصصة هي الحل لفتح أسواق جديدة تصديرية ولجذب استثمارات جديدة، لأن المعارض المتخصصة دي مش بتجيب منتج بس، دي بتجيب مستثمرين. يعني احنا عندنا بنشجع الزيارات التجاريه للمعرض في فتره اقامه المعرض، بنعمل سياحه، بنعمل لقاءات وميتنج بين ومقابلات ما بين الشركات الاجنبيه والمستثمرين الاجانب ان هم يجوا يستثمروا في مصر. هو المستثمر هيعرف السوق المصري منين؟ يا اما بيزور معرض وبيشوف الناس اللي شغاله فيه مين وايه الاستثمارات بتاعته. الفتره اللي جايه دي في شركات تنظيم معارض عالميه بدات تدخل السوق المصري وبدات تشوف المعارض الاستراتيجيه اللي بتشتغل، هل هي معارض زراعيه، هل هي معارض صناعيه، هل هي معارض استهلاكيه، بتشوف الدوله رايحه فين. احنا الدوله عندنا بتشجع الانتاج الداجيني، بتشجع الانتاج الحيواني، بتشجع زراعه الاسماك. ده طبعا لا يخفى على حد ان ما شاء الله عندنا يعني عندنا بحر احمر وبحر المتوسط وبدا قناه السويس وبحيرات بحيره ناصر وبحيره قارون، والقوات المسلحه بدات تنشئ مزارع على شاطئ البحر الاحمر بشكل مكثف وعلى قناه السويس لتوفير الاسماك بالسعر الملائم، لان السياسه العامه بتقول مين قال ان احنا عندنا بحرين وسعر كيلو البلطو يوصل 40 جنيه حاجات زي كده. الطبيعي لا، الطبيعي انك انت ان البحرين كل كيلو هديه يعني كل كيلو تاخد كيلو هديه و5 جنيه بالظبط يعني. فده دور الدوله، والقوات المسلحه فعلا بتهتم بموضوع انشاء مزارع السمكيه بشكل غير طبيعي. باقي بقى الفكر الاستهلاكي اللي هو ان هو يدور على المنتج المصري، يدور على سعره، الدوله تدعمه، تشجع في انتاجه، توفر له مدخلات الانتاج. يعني ده اللي لابد ان يحصل الفتره اللي جايه ان شاء الله. باشمهندس يعني نتمنى الفتره الجايه تعدي على خير، الاسعار تبقى في استقرار، يعني المواطن بصراحه بيئن شويه موضوع الاسعار وان هو السوق مش عارف ينضبط ازاي او يتم ليه رقيب ازاي، لكن ان شاء الله اعتقد بالمعارض دي ممكن نخش في حاله يعني حاله الاستثمار المباشر في السلع الغذائيه او حتى التنافسيه، دايما بتكون في صالح المستهلك، يعني اي حاجه تنافسيه دايما بتكون في صالح المستهلك. شرفتنا يا باشمهندس، اهلا وسهلا بحضرتك. المهندس محمد ابراهيم الصوفي عضو شعبه منظمي المعارض بالغرفه التجاريه، مدير احد المعارض المتخصصه للانتاج الداجيني والحيواني، شرفتنا يا باشمهندس. شكرا ليك وصباح الخير عليك. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم، ان شاء الله كل الخير لمصر ان شاء الله. بنروح مشاهدينا الكرام لموجز الاخبار مع زميلي محمد عاطف، نرجع مره ثانيه في فقرات هذا الصباح في بلاط صاحبه الجلاله بعد الفاصل، وقفه تحليليه في الصحافه المصريه.